مساكم الله بالخير جميعا اخواني واخواتي، ومرحبا وسهلا فيكم مع هذا اللقاء. اتمنى يكون يومي، ولكن انا احب اطلع دائما في امور تستحق ان نتكلم فيها. طبعا بالامس نزلت لكم سناب وكنت متذمر فيه نوعا ما عن الازدحام، وانه صار لي فتره طويله وانا وقعت في السياره بسبب الازدحام اللي صار. وهو طبعا مو شيء جديد، الازدحام مو شيء جديد، لان احنا الان في خطه عمرانيه شامله، في توجه لتوسعه الشوارع، وكل مكان فيه، مش كل مكان ولكن اغلب الاماكن كلها فيها اعمال حفر وشغل 24 ساعه. ولكن لحظتها صراحه انا قلت شلون ما استغليت هذا الوقت، هو تقريبا ساعه و 50 دقيقة، وأنا كنت واقف، مش سيارة ما تمشي، واقف يعني في وسط الازدحام. شو أنا ما استغليت استغلال إيجابي يعود علي بالنفع وأجر أيضا. شلون؟ قلت كان بإمكاني أشغل مثلا صورة من صور القرآن وأحاول أحفظها مرة مرتين ثلاثة عيدا، تدو ساعة، ساعة وخمسين دقيقة ترى يعني تقريبا ما أقول ساعتين، وش وقت بسيط. كان بإمكاني أيضا الاكثار من الاستغفار، كان بإمكاني أيضا أعيد بعد التفكير قرارات اتخذتها أو اتخذ قرارات أخرى إيجابية. كان بإمكاني أيضا أني خلينا نقول مثلا أدون بعض الملاحظات اللي وصلتني منكم، سواء في السناب أو حتى على تويتر أو حتى على الانستغرام والفيسبوك، لأن كثيرة كانت، فكنت محتاج ألقى وقت أني أدونها حتى أقدر أتابعها لكم فيما بعد وأوصل إلى الرد وأوصل لكم. صراحة أمور كثيرة كان بإمكاني أسويها خلال هالساعتين، ولكن ما أدري إيش اللي صار لحظتها. كنت صراحة متنرفز لأن كنت مستعجل، لأن عندي حلقة في الليل وبرجع بسرعة أبدل وكذا، يعني كانت في أمور مترتبة وترتني شوية، ولكن هذا مش عذر أيضا. أنا عارف مهما قلت أنا أعذر هذا مش أعذر، ولكن أنا أأمل وأتمنى وأرجو مني ومنكم أن احنا نستغل وجود مثل هذه الازدحامات استغلال إيجابي وليس سلبي. لا تنظر للازدحام أنه هو ليش وكذا وزحمة وعندي ووقت، معني احنا كلنا مستعجلين وكلنا عندنا التزامات، وكلنا حتى اللي جنبك في السيارة عند التزام مثلك، انت لك وجهه ولا وجهه، وقد تكون انتوا اثنين رايحين في نفس الوجهه، بس ومع ذلك ان انت تتذمر طول الوقت. انا معاكم، عارف والله ان الوضع شوي صعب وان احنا نتاخر ساعات الى اشغالنا او حتى الى مدارسنا او توصيل عيالنا، انا عارف والله، بس ولكن هذا ما يمنع ان احنا طالما طحنا في الزحمه، والزحمه موجوده يعني شئنا ام ابينا، وفي كل دوله بتروح بتلقى في ازدحام. كان بامكانك تستغلها استغلال امثل، كان بامكاننا احنا نحول النظرة السلبية لهذا الازدحام إلى نظرة إيجابية، ونعيد التفكر في أنفسنا، في الطريق اللي احنا ماشيينه، في الخطوات اللي اتخذناها سابقا وخطيناها، هل هي كانت صح أم خطأ. تكثر من الذكر وهذا شيء طيب وشيء جميل، والأفضل من ذلك كله ترفع السماعة، تكلم والدتك، تكلم والدك، تكلم أخوانك. بإمكانك تسوي أشياء كثيرة في الازدحام، فننظر نظرة إيجابية ونبتسم للحياة، لأن فعلا أنا محتاجين نبتسم من داخلنا قبل ما ننتظر أن حد يرسم على شفاهنا الابتسامة. يعطيكم العافية.